رومانسيا عبروا عليها بحويج واحدة أخرى، مثلا تحط لك المرأة ذوك قصعة شخشوخة، ها كي تخرج عليها هذيك القصعة، هذيك عبارة على عبارة تعبر على حبك لها، كليت لها ما كليت عاك ولا الشيخ، كي تاكلها كي تروح ما تقولش المرأة تكون في الدار هك عبرت عليها. أنا خزرت لقيت الراجل الجزائري باللي ما كانش رجل رومانسي كما الجزائري، وشي في فترة برك عنده الغيرة 99% والرومانسية 1%، كيجي يخطب ويقلبه كيجي يخطب يقلبه خطر عليه، تلقى واحد مش خاطب المشية تاع واحد مش خاطب، ها تلقاه يمشي كيما كلي مش خاطب، حتى غدو تحب تشوف واحد خاطب ولا مش خاطب من المشية تاعو، كيعود مش خاطب تلقاه يمشي هكا يخسر بارك والبطيمة الإدارة تاخها محلولة المرشي طايحة على سوسين، هذه المشية تاع مش خاطب، واللي مش مخطوبة عندها مشية واحدة بادي الصاك والخدمة ديريكت، هذه المشية تاعها باش يخزروا الناس يقولوا شوف ربي باري من الخدمة للدار من الدار للخدمة، هذه نروحوا نخطبوها هذه هاني كود هذا. من بعد هذا كيتخطبوا هنا كيتخطبوا تبدا الرومانسية، عباك أول حاجة تتبدل في الراجل كي يخطب أول حاجة تتبدل المشية، ها شفت كيف كان يمشي كي كان مش خاطب كي يخطب يعود يمشي هكا والو كشغل اللي عنده الأمر ما يبصش للنجوم ما عادش يخطب مع فرات عنده الأمر، وليت تخطب هذيك ثاني تبدل المشية تاعها، أول حاجة تبدلها المشية تزيد دوبسيون تاع الخاتم هذيك سليمة صباح بيان داكوغ شوفيني مت خديجة شكون كان بعد غدوة إن شاء الله نتلاقاو هي صح بالما هاي تهدرك باينة باللي مخطوبة، ومن بعد كيزيدو يديروا الفاتحة الجزائر يزيد في الرومانسية يولي 80% 20% كيديروا الفاتحة والله يبارك ومزالهم شحر على العرس ورايحين زعما يشروا ياخذوا حوايج يخيروا خير يدوات مع بعضهم كذا يخرجوا شبر مع بعضهم ورايحين المرشي لنا ها هما رايحين المرشي ويخرجوا شبر مع بعضهم ومدايرين الفاتحة هطرب لها فاتحة ما يقدرش يخرج ومدايرين الفاتحة والراجل كيعود أول مرة مع خطيبته ثاني حاجة تتبدل فيه الهضرة هنا تبدل المشية بعد ثانية تبدل الهضرة يعود يهضرك مع حدا خطيبته يهضر لك وي دكا جي باوي دكو شو كيما وي ما نيش باوي دكا هذا دي بو مون يو بدات من كان يمد يا السبع ها بدل الهضره تاعو هي وكي تعود تمشي مع السبع تاعها اي ما تهدرش تلقاها مهبط على راسها والسبع يهدر هي ما تهدرش تلقاها مهبط على راسها ديرك فرحانه ومن بعد سيقول يا ومن بعد هي ما تهدرش بصح في قلبها تهدر في قلبها ديرك يا والله عطاني يا ربي قد قلبي والله صبرت ورضيت على احسن الوالدين المشيه تاع ربي يبارك تقول عبد الوهاب تاع مصلحه من طاحت لهنا هاك ربي يبارك وزيد احنا باش يبين لها رومانسي زعما هاك تمشي في مسيره وعاد يمشي مع خطيبته ساعه ساعه يلقى حفره هاك ساعه تلقى حفره وهي هي تمشي زعما هو يمشي يخزر يلقى الحفره الرومانسيه يديروا هذه من نديروا غير احنا الجزائريين ويلقى حفره يدير لك عمري حط رجلك هنا الحفرة هنا حطي تحط رجلها وتنكز مع التكه ديرك والله عطاني يا ربي قد قلبي والله حفرة ما خلانيش نحط فيها رجلي والله صبرت ورضيت الله وحسن الوالدين ومن بعد احنا نزيد باش يبين لنا بلي رومانسي يقول لها شوفي هذه الخرجة الأولى تاعي مع بعضنا بربي إن شاء الله كل ما نخرج حتى كيما هكا خرجنا رايحين نتفرجوا مسرحية نرجعوا للدار نجيب روحي للدار نشري لك سوفينير كل ما نخرجوا مع بعضنا نشيك سوفينير نعطيهم لك في البيت كل خرجه سوفينير تفرح المراه تقول لك يا جات كي كونت وهي تبلع تدهش لنا سوفينير خاتم فلايك سنسله احنا في الجزائر يديها تاع الخمارات خمار الاخر ب20,000 وقول له سوفينير وتشري خمارات هذيك زعما هو قول له ادخل تاع الخمارات هذاك ادخل خير خمار وهي كي تجي داخله تخيل خمار تشوف خمار موصيتها امها دي مرة موصيتها امها تقول اتونسيون ما ديري حتى حاجه اي حاجه شاوريه باش هو يربح روحه بروحه خاطر كون المراه تخيل خمارك حل مثلا
والخمار معروف احنا عندنا في السنه هذا خمار لكحل هو اللي مليح للسلطه. هذا البردي ولا فيوري هذا نجيبه من كله خطير. الخمار اللي مليح للسطرة هو الأسود. وي كنت خير خمار أسود وهو ما يعرفش وش يقول لك. يقول لك خيرت خمار أكحل بين قلبها أكحل وعدك حل لأيامي تقلب لي حياتي كحلة في كحلة قادر يبطل يتوسوس يبطل. هتقول له أمها ديما وصيه حاولي تفكر هدرة تاع أمها قد قد الدور تقول لك عيسى عسعوسي عساسيتو المرأة اللي تحب تقضي قضية لازم تدل على جنها. مثلا وش اسمك الشيخ؟ وش اسمك؟ ها؟ خالد زين خلودي خلاليدو هاك تدلع كيما قفلت يقولها روحي تربي يقري اسمنا 10 ايام نورمال وهكذا هذا لازم تدلع على كي تقول له عيسى سعسوعي عساسيسو هم الفعل يقول له عيسى جيب خبز عيسى برجي لا بومب عيسى اربح اصرف اول مرة يسمع سعسوعي سعوسي مسكين مسكين ارواح والله والله غير خمار حبيت خمار نوار وحبيت الجري والله غابت بس احنا اللي منعنا بس خمار يخليك انت ما لا تاني تخير لجي الخمار لجي الخمار تعيطي ارواح من الحلم ارواح ابط الجري ابط الفير ابط الفير بيستاج ابط الرز بونبون ابط الفي 13 قداه جاو 400 الف برررر تحكي هذيك 15 خمار ديرك يوم والله والله شعور جون إذا كنتي تخلط تحت خمار قال يا ربي قد قلبي شفت من الخطبة غير الجزائري مش رماسي ومن بعد تركب معاه في الطوموبيل يتركب في الطوموبيل ومداني الفاتحة وراكبين في الطوموبيل وكان قبل ما احنا في الجزائر قبل ما يتزوج وقبل ما يخطب خلاص وش كان يسمع؟ كان يسمع في الأغنية نقطع على بحر نقعد هنا وش ندير؟ نديك وش ندير بيك؟ عندي مهمتي تنسيني فيك نقعد براسي خير لي واحد الغناء تسمعوا نديك نزيد محنة على محنة فهمني انا متعذب متمرمد ونزيد تمرميد على تمرميد واحد الغنياتك تسمعوهم انا ما نسيش تسمعهم اصلا بعد يعني باش تشوف ومن بعد نهار اللي يخطب نهار اللي يخطب يهز فلاش ديسك هذاك يطيشوا راه ما خفيف تهضر يجي فلاش ديسك جديد يحطوا ويبين له بلاد موسي راهي قاعد على هنا ويبدا يصور يدير الفلاش ديسك تاعها ويبدا يسمعك فيها لازم نضرب المشي يديك ربي ما يفوقش من الغنايه هذه ديال اكسيدون دايم ربي راح هو وياه دخل في حيط يقول لك يوه انا يا ربي قد قلبي والله والله الله يطلع سبحانه يا ربي قد قلبي ومن بعد هناك يتزوجوا في الجزائر هنا المراه تاعنا الله غالب هنا يحبس قلبها في الجزائر يرجع الراجل كي يتزوج الغيره ترجع 99% والرومانسيه 0.0 والباقي كل بالخزره غير بالخزره
وإحنا معيش إباطة تاع المكياج ويفض شهر العسل وتفض الإباطة تاع المكياج والمرأة تاعنا تكروت فيها بالكوتون تيج الأحمر في الأصفر الأصفر في الأخضر الأخضر في الأحمر من هذا تفض الإباطة تاع المكياج الراجل في الجزائر يعود يشوف المرأة تاعو عبارة على السادة خو عقب عليه في الدار نورمال راحت هذيك إلا لو لك مرة هذيك راحت فلات منها من السادة ومن بعد أول حاجة تتبدل بعد شهر العسل بالمشية تاع الراجل بعد الزواج تبدل المشية تاع الراجل عاد يمشي هكا والله ما هو جاي بخبر ها وهي راهي أخي كانوا يمشوا مع بعضهم شبل هي راهي من هنا في الدخلة تاع من هنا هذه تاع الواوا هذا مولا مشى حي واوا واوا تاع الشهيد واوا وهي راهي في الدخلة تاع مقهى راهي مني بواحد 70 كيلو بعيد عليه وتستنى زعما باش الحفره تاع يعفر بحفره يحط رجله وتجي عقبه قلت لك عقبك اللي تجي داخله في الحفر امشي بك امشي بك امشي بك حمر بدك ولا شيء متفا يسال نمشي معاك انت تمشي معايا غلطه فيا وش وش قوي في عبالها يمشي وراي شوف عقبك على الحفر عقبك ربي شنو خرج شنو خرج الشخص بالضبط يا اخي قلت كل ما دلوك ساعه سوري عز عوسي زعما تفكر يقول لك بريكي مرت راجلك يكبري مرت راجل شي سعسوعي هذا عيسى اسم النبي تقول لي سعسوعي شبيك رجل تعرف في صلاحك تي هذا شبيك تعير بابا شو في هذا تقول لي اخي قلت لكم ما نخرج ونشير سوفينير وين سوفينير هذا مش ما سوفينير حتى خمارة سيدي اخبرنا حتى خمارة انت امنا عايشة بتوس خمارات ابيض وكعد واحد دايرة الجنازة واحد الافراح انت نسيت 14 انت تجيب بيوم عمرك وكل هاي يمشي قدام ومن اليوم الخرجة الاخرى وين الخرجة الاخرى اقول هي خلينا هكا بلا الخرجة الأخرى بربي إن شاء الله ومن اليوم أنا للنهضة وأنا هو السبع تاع الدار وكان جهيلي تمشي